بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتي على اليوتيوب المختصة فقط في الآيفون. اليوم سوف أريكم كيف تعرف أن الآيفون أصلي، وذلك عبر الرقم التسلسلي للآيفون الذي يسمى بالإيميل. في العثور على الإيميل فما عليك سوى الدخول إلى التليفون، بعد ذلك تكتب نجمة دياز 06 دياز، سوف يعطيك الرقم التسلسلي للآيفون مكون من 15 رقما. والطريقة الثانية للعثور عليه فما عليك سوى الدخول إلى غيغلاج، ثم بعد ذلك تدخل إلى جينيرال، بعد ذلك إلى انفورماسيون، وتجد الإيميل الخاص بك. فكل آيفون لديه إيميل خاص به. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح موقع email.info الذي سوف يعمل تشيك للإيميل الخاص بنا ويعطينا معلومات عن الجهاز. فرجة ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا متابعي ومشاهدي قناتي على اليوتيوب ماستر سوفيان برو المختصة فقط في الآيفون. اليوم لدي درس مهم جدا، وهو كيف تعرف أن الآيفون الخاص بك أصلي أو غير أصلي. لذا ندعوكم للعديد من الفيديوهات ومزيد من الشروحات زيارة صفحتنا على اليوتيوب أو قناتي ماستر سوفيان برو المختصة فقط في الآيفون. فهناك العديد من الفيديوهات للمشاهده قد تفيدك، وزيارتنا ايضا على موقع iphoneka.com للمزيد من الاخبار والجبريك وكل شيء عن الايفون والجالاكسي. وهذه هي صفحتي على الفيسبوك iPhone for you لمتابعة المستجدات وكل ما يلزم الايفون. لنبدأ على بركة الله. اولا ما عليك سوى الدخول الى هذا الموقع الذي ستجدون اسفل الفيديو. تدخل تكتب email.info. ندخل الى هذا الموقع. فاولا ما عليك سوى ان تضغط على روجستر للتسجيل في الموقع. فهذا الموقع يعمل تشيك، اي اذا كان الايفون، هذه هي وجهة المقصود. هنا تقوم بعمل اسمك، هنا البواط ايميل، هنا الدولة تختار الدولة، هنا الباسورد كلمة المرور، ثم تضغط على ريجستر مي. انا قمت بالتسجيل مسبقا، لذا ما علي سوى الدخول للموقع. نعم، لقد قمت بالدخول للموقع. هنا تقوم بوضع الـ AMEE الخاص بالآيفون حقك. كذلك نأخذ الإيميل الخاص بنا ونقوم بوضعه هنا. هذا الإيميل الموجود في الآيفون المكون من 15 رقما، ثم تضغط على تشيك. فإذا قام بعمل تشيك وقامت العملية صحيحة وكانت العملية صحيحة، فهو يظهر لك هنا آيفون 4 أبل، معلومات عن الجهاز. انظروا معي ديفيس تايب، نوع جهاز ايفون، فون ديزاين، سيم كارد، ميكرو سيم، يظهر لك العديد من المعلومات عن الجهاز. البروس اكات افور. واذا اردت المزيد تضغط على ريد مور. ريد مور سيعطيك معلومات كثيرة عن الجهاز. فاذا ظهر لك هذه المعلومات يعني ان الايفون الخاص بك اصلي. فإذا لم تظهر لك فأنت تعرف بالعكس، أي آيفون لديك مزور. انظروا هنا معلومات عن الميموري، أوفر أدر انفورميشن، iOS 4، واي فاي. هناك العديد من المعلومات يمكنك أن تجدها هنا. كاليتي. ولكن لا نغفل عن كيف تعرف أن الآيفون الخاص بك activated يعني مفعل. نقوم بالرجوع الى الصفحة السابقة ثم تضغط على فري تشيك. هذه سيم لوك اند جارانتي يعني الصلاحية الايفون الخاص بك. وهنا بالمدفوع بي تشيك اي نتورك اند سيم لوك، هنا فون بلاك ليست، هنا مدفوع بطبيعة الحال. ويمكنك ايضا من هذا الموقع ان تقوم بفتح الايفون الخاص بك اذا كان مخفي. ما علينا، نحن سنأخذ فقط فري تشيك المجاني. تقوم بالضغط هنا لترى اذا كان الايفون الخاص بك مفعل او لا. وإذا كان أي أنه مفتوح
يطلب منك القليل من الوقت، تقوم بالضغط على تشيك ابل فون ديتاي، فهو يطلب منك القليل من الوقت، ننتظر قليلا، ريفريش، ننتظر. ننتظر قليلا. نعم، لقد ظهرت لي معلومات عن الجهاز. انظروا معي، الايميل الخاص بي، الموديل ايفون 4 6 جيجا بلاك اكتيفيتد، انه مفعل. يس، انظروا معي، وهنا سيم لوك، هذه الخاصية عجبتني قليل. لوكت اي انه غير مغلق، مفتوح. ثم تضغط على باي كارير لفتح اذا كان مغلق، وهذه كانت الخاصية مدفوعة. وبهذا أكون قد انتهيت من هذا الموقع، أرجو أن يكون قد أعجبكم الموضوع، وسأترككم مع هذا الفيديو ويوضح الآيفون الغير الأصلي. وفرجة ممتعة، ودمتم في رعاية الله. Nie ma potrzeby, żeby się samochód sprzedawał.